ذا اليوم عندنا تجربة هذا المشروب التركي من بقالة المتراك. يقل لك مشروب فواكه مشكلة أحمر، لكن ما أدري ما له مخمجين كذا، والله كنا رحاضوا. شوف كيف هو. ونقول بسم الله. والله الريحة على مستوى باقي الطعم. خلنا نشوف. بسم الله مرة ثانية. والله رهيب جدا، لكن ما كنا طين ذي، عصير رمان وكرز وجزر، عصير رمان وجزر وكرز. والله خلطة جميلة، رمان وجزر وكرز، خلطة فنانة.